اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن حزب الله وعن بعض الجبهات المسانده واللي منها دوله لبنان. وفي يوم 31 تشرين الاول حصلت حاجه غريبه جدا ومش معتاد ان الحاجه دي تحصل في وسط الحروب. طلع وزير الزراعه اللبناني عباس الحاج حسن واكد ان الجيش الاسرائيلي حرق حوالي 40,000 شجره زيتون، وشجر الزيتون ده موجود في جنوب لبنان بشكل كبير جدا لان المنطقه دي خصبه وصالحه للزراعه، واكد ان الجيش الاسرائيلي حرق ال 40,000 شجره نتيجه قنابل الفوسفور الابيض، والقنابل دي حسب ما تم ذكره في معاهده جنيف ومعاهده الامم المتحده ان النوع ده من القنابل محرم دوليا. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله انه استهدف مواقع كتيره جدا ومواقع كبيره جدا للجيش الاسرائيلي، بالاضافه برضه انه استهدف عدد كبير جدا من الاليات العسكريه. وفي نفس اليوم اكد الجيش الاسرائيلي انه استهدف عدد كبير جدا من البلدات اللي موجوده في منطقه جنوب لبنان بالقنابل المحرمه دوليا، وهي قنابل النابالم او القنابل الحارقه، وده طبعا ادى لسقوط عدد كبير جدا من المصابين وعدد كبير جدا من القتلى. وفي 1 تشرين الثاني اعلنت بعض وسائل الاعلام، ومن وسائل الاعلام طبعا اللبناني، ان في بعض المواطنين اللبنانيين اصيبوا نتيجه قصف الجيش الاسرائيلي لبعض المناطق اللي موجوده في جنوب لبنان، واعلنت نفس وسائل الاعلام ان في واحد من المواطنين اللبنانيين قتل نتيجة القصف الشديد للمناطق دي. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله انه استهدف عدة مواقع كبيرة جدا وكتيرة جدا تابعة للجيش الاسرائيلي، ومن ضمن المواقع اللي استهدفها حزب الله مقر قيادة كتيبة زرعين. وفي يوم 2 تشرين الاول اعلن حزب الله ان هو قدر يستهدف طيارة مسيرة تابعة للجيش الاسرائيلي، وده بسبب ان هي كانت بتطير على المناطق الحدودية بين لبنان وبين فلسطين، واعلن حزب الله انه استهدف الطائره دي من خلال صاروخ ارض جو. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان هو قدر يستهدف مجموعه كبيره جدا من المواقع التابعه للجيش الاسرائيلي على الشريط الحدودي اللي بين لبنان وبين فلسطين، وقدر حزب الله انه في نفس اليوم يطلع عدد كبير جدا من الطيارات المسيره وحلقت فوق مجموعه من السكنات العسكريه اللي كانت تابعه للجيش الاسرائيلي. والطيارات المسيره دي اعلن حزب الله ان هي كانت حملت عدد كبير جدا من المتفجرات، وألقت المتفجرات دي فوق واحدة من أهم السكنات اللي تابعة للجيش الإسرائيلي، وهي سكنة زبدين العسكرية. وفي نفس اليوم قدر الجيش الإسرائيلي للأسف إن هو يقصف مجموعة من البلدات الحدودية التابعة للبنان، وقدر إن هو يوقع فيها عدد كبير جدا من الإصابات وعدد كبير جدا من الجرحى والمصابين. ونتيجة الاشتباكات اللي دارت بين مقاتلين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي، أعلن حزب الله إن في 6 من مقاتليه قتلوا نتيجة الهجمات وإطلاق النار اللي تم بين الجيش الإسرائيلي وبين مقاتلين حزب الله. وفي يوم 3 تشرين الأول قدر حزب الله إن هو يوقع مجموعة كبيرة جدا من القتلى والمصابين بين صفوف الجيش الإسرائيلي، نتيجة إنه استهدف واحدة من أهم التجمعات التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة ميتات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، غير طبعا استهداف وعدد كبير جدا من التجمعات التابعة للجيش الإسرائيلي في أكتر من موقع على الحدود اللبنانية الفلسطينية. ونتيجة الاشتباكات اللي تمت بين تجمعات الجنود وبين مقاتلين حزب الله، أعلن حزب الله إن في واحد من المقاتلين قتل نتيجة الاشتباكات اللي تمت بين الجيش الإسرائيلي وبين مقاتلين حزب الله. في يوم 24 الأول أعلن حزب الله إنه قدر يستهدف عدد من تجمعات ومواقع التابعة للجيش الإسرائيلي نتيجة قصف تم من الأراضي اللبنانية للأراضي الفلسطينية. ورد الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجموعة من البلدات الحدودية على المواقع التابعة لحزب الله بين الحدود الفلسطينية من ناحية والحدود اللبنانية من ناحية تانية. ونتيجة الهجمات اللي حصلت بين الجانبين، أعلن حزب الله إن في واحد من مقاتليه قتل نتيجة الاشتباكات. ويوم 5 تشرين الأول أعلن حزب الله إنه قصف واحدة من أهم السكنات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي على الشريط الحدودي. ونتيجة الاشتباكات أعلن حزب الله إن في 2 من مقاتليه قتلوا بسبب الاشتباكات دي، وأعلن حزب الله في نفس اليوم إن أسقط
اسقط واحده من المسيرات الاسرائيليه. واحده من وسائل الاعلام اعلنت ان الجيش الاسرائيلي قتل 4 مزيفين بسبب القصف الشديد اللي حصل جوه مدينه لبنان وعلى واحده من اهم البلدات التابعه لدوله لبنان. وطبعا نتيجه القصف ده حصل قصف من الجيش الاسرائيلي لبعض المدنيين وبعض السيارات المدنيه، وواحده من السيارات دي كانت متحركه قصفها الجيش الاسرائيلي عن عمد، والسياره دي كان فيها 3 اطفال وسيده امراه يعني. وطبعا نتيجه القصف الشديد ده مات 3 اطفال والمراه اصيبت بجروح شديده جدا. بالنسبه لبعض الناس المتابعين ليا اللي سالوا عن المصادر اللي بقدر اجيب منها الحلقات دي، فالمصادر التابعه ليا المواقع التابعه لقناه الجزيره، وقناه الجزيره نفسها بقدر اجيب منها المعلومات دي لان المعلومات دي اخباريه وبتحصل دلوقتي، فبقدر ان انا اجمع منها كل يوم واحده من اهم الاخبار واجيبها على القناه هنا واعرضها لكم. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه نكمل مع بعض الاحداث اللي بتحصل على الحدود اللبنانيه الفلسطينيه، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.